الناس. كاين اللي قانع مقتنع بداكشي اللي واصل ليه، وكاين اللي ناجح في حياته وكيزيد ينجح، وكاين انا القمار. أغلبية القمارة بحالي كيكونوا خدامي، حتى أنا عندي خدمتي، ولكن ماشي شي حاجة اللي غنبقى معهولة ليها حياتي كاملة. ونفس الشي كيحسوا بيه القمارة الآخرين، هاد الشي علاش مرة كيجربوا حطوهم مع القمر، إلا أنا كنجربوا يوميا. واش انت كما بغيتيش تبدل؟ حتى امتى تقدري فلوسك في هذا الشيء؟ واش حسيتي بلي راني حامله؟ اللي كيتفودني حاجه ضروريه، مره كنسمع موسيقى، مره كنسمع داكشي اللي واقع وسط السباق اللي انا مقمر عليه. المهم ما خصنيش نسمع هضره بنادم، حيت بزاف كيحاولوا ينصحوني بعد من هذا الشيء بلا ما يعرفوا باش كنحس. ومنهم مراتي. إلا كنتي غادي تعيشي انتي ولدي مزيان، ما غيكونش عندي مشكلة إلا دخلت الجهنم ديك الساعة. عمر هاد السيد كيجي عندي كل اسبوع باش يغسل الطوموبيل ديالو، حتى لهنا كلشي عادي. ولكن الخلاص اللي كيعطيني ماشي عادي، انا عزيز عليه ما عرفتش علاش. ديما كنفرح مرتي داك النهار فاش كيجي.
عمرني ربحت وعمري ما غنربح. هادشي اللي كانت كتقول في راسها، وهادشي علاش كانت ديما كتخبي من الفلوس اللي كنعطيها. واخا الفرحة ديالها ما كتكملش ملي كتشوفني كنخسر الفلوس في القمر عاوتاني. قلت لمراتي غدا اخر مره غنلعب. السباق اللي غيكون غدا اهم سباق غنقمر عليه حياتي كامله. المدينه اللي فيها انا فيها عصابه مسميين راسهم كافالو، واللي كتعني بالايطاليا الخياله. من السميه غادي تعرف عندهم علاقه باللعبه اللي كنلعب، وفعلا الثروه ديالهم تزادت بزاف بسببها. كلشي على الجراندي كافالو اللي بسبب السلطة والنفوذ اللي عنده ولا كيقدر يخلي اللعبة بين يديه، بمعنى آخر كيكون عارف اللعبة كيفاش غتبدأ وكيفاش غتسالي. هادشي علاش أنا متأكد السباق اللي غيكون غدا غادي يقمر عليه حتى هو، حيت الجائزة كبيرة وكبيرة بزاف. السباق اللي كاين اليوم كبير، وفي القمر كل محطة دي بزاف كتربح بزاف. ما عارفش كي غندير نشرح لمراتي هادشي اللي غندير دابا، ولكن يا ربحه
يذبحوا. لصق توصل باش قمرت في الباب ديال بيتي باش وقت ما شفتو نشوف شحال خسرت وما ربحت حتى ريال، حيت وعدت مرتي بلي اخر مره غنلعب. هنا لحظه انطلاقه السباق الاغلى من مضمار جولف ستريم بارك. سير شوف شكون اللي ربح فلوسي. اخر واحد ربح هنا شنو؟
اخر واحد ربح هنايا. اسمح لي سيدي، معلومات شخصيه ديال النصر ما كتهضرش. السلام عليكم السيدي، تاو مراتك اللي جيتي لبحثتي في واحد الفيلا؟ اه الوراق ديالكم راهم واجدين، الا ممكن تجي تسلم المفاتيح ديال الفيلا ديالك. مراتي تقتلات، مامتي يقش، ما عارفش علاش. حاجة الوحيدة اللي لقيتها ورقة فيها نمرة ديال التليفون. جيب الفلوس اللي ربحتي واجي القهوة ديال الكافالو. شنو درت؟ ياك ما قتلته؟ لا ما قتلتوش، الحمد لله اللي ما درت شي حاجة من راسك، ولكن قتلت مرتو.
كافالو هو عمر. علاش قتلها؟ هو دار داكشي اللي في بالو. الرئيس ما قال ليش قتلها كاع. وقيلا كان بينو وبينها شي حاجة. علاش جيتي؟ واش عمرك فكرتي علاش عمر الكراندي كافالو كان ديما فاش يجي يغسل الطوموبيل ديالو كيعطيك بزاف ديال الفلوس؟ علاش انت بالضبط؟ وعلاش عزيز عليه بزاف؟ حيت هو اليد اليمنى ديالك. انت هو الرئيس، انت هو الجراندي كافالو. نسيتي كلشي بسبب الحادثة اللي وقعت لك في 2018. فقدتي الذاكرة وعمر هو اللي ولا الرئيس، وما كانش باغيك تعقل اولا ترجع لداكشي اللي كنتي واصل ليه. ما عرفتش واش كان خايف عليك اولا غير طامع في بلاستك. نسولك الكشاف لمن باغي توصل؟ انت في يدك اي حاجة اللي يتمناها اي واحد، المال، القوة، السلطة، البنات، لمن باغي توصل اكثر؟ باغي نرجع فين كنت، باغي نرجع للزيرو. علاش جيت؟ جيت حيت العصابة اللي كانت السبب باش فقدتي الذاكرة راجعين ملي سمعوا بلا كافالو ما بقاش فيها رئيس، ولا ما رجعتيش غادي نموتوا كاملين.